قبل شوي المارد سألته عنك وقال هل الشخصية من قبيلة القحطان؟ خلنا نشوف. أهلا أهلا وسهلا إلى طيب هل شخصية أنثى؟ لا. هل شخصية مصري عراقي؟ لا. ما تطلع لي أنت؟ هل شخصية يوتيوبر؟ نعم. متزوجة؟ لا. هل شخصية من أصول سورية؟ لا. تقيم في الأردن؟ لا. هل شخصية من أصول مغربية؟ لا. هل تعيش؟ لا. والله يا أسئلته مرة غريبة. هل شخصية من أصول مصرية؟ إيش في أم مع الدول الشامية؟ هل شخصية نحيفة؟ نحيفة شباب ولا أنا لا أعلم؟ نعم. ودي عندي اعتراض يفرض رأسه. هل شخصية تعمل في المجال العسكري؟ لا. هل شخصية عضو في فريق؟ طلعني خلاص. دي مستوب. يا ودي سولف مش لسلك الزب دي. صامنا تداس وابليس ينداس هل تتخيل الشخصية ناس ميتين؟ يا عيال ايش هذا السؤال؟ ايش هذا السؤال؟ لعن الله من حط السؤال. أنا استغفر الله العظيم. هل الشخصية لو أحط نعم بيطلع لي ناصر؟ إيش يا أمه؟ جيل ما أخب رئيس الأسئلة زي كذا أدوية وعقاقير. مدامتي. أعتبر قائد فريق قبيلة قحطان. أنا في الموضوع some more energy you can make you mix faster.